على غرار باقي أقاليم المملكة، تتواصل بإقليم خريبكا عملية جمع المعطيات الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة 2024، وذلك في ظروف جيدة كما هو الحال بالجماعة القروية أولاد عبدون. العمل اليومي ديالنا كنقوموا بتوطين البنايات أول حاجة، ثم كنشوفوا المسكن، كنسولوا رب الأسرة على عدد الأفراد ديال الأسرة، وكنشوفوا مثلا الافراد العزاب كنديروا الاستماره ديالهم، ومن بعد كنشوفوا الافراد المتزوجون. واللي سجلت بان الباحثين بانهم كانوا في المستوى، لانهم خدعوا لواحد التكوين اللي مكنهم انهم اكتسبوا واحد التجربه في التواصل، وانهم يحتكوا بالواقع، وانهم يستخرجوا المعلومات من المواطنين، لان هذه المعلومات تفيد بالنسبه للدوله في رسم سياسه مستقبليه تبنى على أسس واقعية. وبرغم أنه تكون بعض الصعوبات بأن الناس ما فهمش أشنو الهدف من هذا الإحصاء، ولكن بالنسبة للباحثين بأنهم توصلوا الميساج. ويشارك في عملية الإحصاء على مستوى إقليم خريبكا 799 شخصا يتوزعون ما بين الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين.